مرحبا أصدقائي متابعين صفحة ميد لايف. اليوم موضوعنا رح يكون عن فرط نشاط الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع بمقدمة العنق وأسفل الحنجرة. تفرز الغدة الدرقية هرمونين هما التيروكسين والتيرونين، لذان يلعبان دورا مهم بتنظيم عملية الاستقلاب والوظائف الحيوية في الجسم، وأيضا في تطور المخ ونمو العظام. على سبيل المثال، عند حديث الولادة والرضع نقص هرمونات الغدة الدرقية بيتظاهر بالإعاقة الذهنية، بمعنى آخر التخلف العقلي والبلادة، بالإضافة لعرض مهم هو اليرقان. يرقان بمعنى اصفرار الجلد وبياض العيني. لذلك كتير مهم عند الحديثي الولادة والرضع اللي بتظاهروا به الأعراض نعاير عندهم هرمون TSH. وهلأ نحن موضوعنا اليوم عن فرط نشاط الغدة الدرقية، رح نحكي سوا بهذا الفيديو عن أسباب المحتملة. هو مرض غريفز اللي بيتظاهر بجحوظ شديد في العينين، وأيضا وزمة أمام الزنبوب، أي وزمة في الجزء الأمامي من الساق. السبب الثاني هو عندنا بيكون أمراض بالجهاز المناعي، يعني الجسم بيهاجم نفسه، مثل عندنا داء هاشيموتو اللي له 3 مراحل. المرحلة الأولى بيكون في فرط نشاط الغدة الدرقية، بعدين مرحلة من السواء ترجع فيه الغدة الدرقية لحالة طبيعية، المرحلة الثالثة هي قصور في الغدة الدرقية. عندنا كمان الوراثة بتلعب دور كبير، فأي شخص عنده من أقربائه مصاب بأمراض الغدة الدرقية لازم يحلل هرمونات الغدة الدرقية كل 6 شهور، لأنه خطر الإصابة عنده نسبته أعلى. كمان عندنا الأشخاص اللي بتناولوا أطعمة غنية باليود، احتمال كبير بيكون عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية. هلأ وصلنا لجزء أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية. من الأعراض هو الخفقان، زيادة بمعدل ضربات القلب، وأيضا تعرق، رعشة في اليدين أو الرجفان في اليدين، تساقط الشعر، نقص الوزن على الرغم من أنه الشهية بتكون طبيعية أو زائدة، بس بيقول المريض أنه أنا عم ينقص وزني، الشعور بهبات السخنة يعني ارتفاع درجة حرارة الجسم، الأرق، صعوبة النوم، وجحوظ العينين والدوخة. كمان ممكن المريض يحس انه في عنده زيادة بحجم الغدة الدرقية بهالمنطقة. تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية. تشخيص فرط النشاط بتم عن طريق معاينة هرمونات الغدة الدرقية، يعني تحليلها. منعاير هرمونات الغدة الدرقية منعرف نلاقي في عنا ارتفاع بنسبة التيروكسين. كمان نطلب معاينة TSH فمنلاقي نسبة منخفضة. بنطلب ضغط الدم، بنلاقي ضغط الدم مرتفع. كمان بنعاير الكوليسترول والدهون الثلاثية، بنلاقيها منخفضة. فرط نشاط الغدة الدرقية دائما بترافق مع نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون الثلاثية. وصلنا لجزء لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية. العلاج ممكن أن يكون دوائي بمركبات الكاربيمازول، ونعطي معه حاصرات بيتا من أجل السيطرة على الأعراض كالخفقان وغيره. العلاج الثاني هو يعني أشهر علاج حاليا هو اليود المشع، نعطي على شكل جرعة يود المشع أو كبسولة. ثالث علاج هو جراحة، أما استئصال جزئي للغدة الدرقية أو استئصال كامل مع تعويض هرمونات الغدة الدرقية. كثير من الناس بتراجعنا وبتسأل شو هي الأطعمة المفيدة لمرضى فرط نشاط الدرق. رح نبدأ فيها واحد واحد. أول شيء عندنا الأطعمة قليلة اليود مثل بياض البيض والملح الخالي من اليود والشوفان. هلأ عندنا الخضروات مفيدة أيضا مثل الملفوف والأرنبيط والجرجير. بالمرتبة الثانية عندنا الأطعمة التي تحوي على حديد. في كتير من الأبحاث ربطت نقص الحديد الشديد بالجسم بترافق مع فرط نشاط الغدة الدرقية. من هاي الأطعمة الحاوية على الحديد عندنا الدجاج واللحمة والسبانخ. ننتبه هون انه ما ذكرنا السمك مع انه يحوي على كمية كبيرة من الحديد، ولكن السمك غني باليود ولذلك فهو مرفوض عند مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية. بالاضافة ايضا لازم نتناول عنصر الزنك والاطعمة التي تحوي على عنصر السيلينيوم الموجود بالمكسرات والارز. من الأطعمة المهمة لفرط نشاط الغدة الدرقية عندنا كمان الكالسيوم وفيتامين د اللي بنشوفهم متواجدين بالسبانخ والتعرض لأشعة الشمس، ممكن نحصل عليهم أيضا من المكملات الغذائية.
كمان بننتبه هون انه مسكننا مشتقات الحليب او اللبن كمصدر للكالسيوم. ليش؟ لانه اللبن بيحوي على كميه من اليود، واليود بنحاول نقلل منه عند مرضى فرط نشاط الغده الدرقيه. وكمان بناخذ زيت الزيتون والافوكادو، مهمين لانه بنظموا هرمونات الغده الدرقيه. هلا وصلنا لجزء الاطعمه اللي لازم نتجنبها عند مرضى فرط نشاط الغده الدرقيه. بالمرتبة الأولى صار فينا نستنتج أنه الأطعمة الغنية باليود نتجنبها، مثل الأسماك والألبان. كمان الكافيين والصويا ضارين لمرضى فرط نشاط الغدة الدرقية، بنحاول نخفف من كميتهم أو نقطعهم بالكامل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات المقدمة بهذا الفيديو. كان معكم الدكتورة عفراء حكمة محمد، وإن شاء الله نلقاكم بموضوع جديد ومعلومات تانية. سلام.